شرفت اليوم بأني أكون جزء من هذه المبادرة اللي تقدمها هيئة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع 2454، وهي عبارة عن برنامج القيادات الإعلامية الشابة. طبعا قمت بتقديم تجربتي الإعلامية من خلال هذه الورشة، تحدثت عن البدايات وعن أبرز التحديات والصعوبات اللي تواجه المذيع اليوم، وأيضا عن التطلعات والطموحات. وكانت لبرنامج أبوظبي تقرأ أيضا مبادرة ضمن هذه الورشة من خلال أيضا المشاركة بتوزيع عدد من الكتب على الطلبة المشاركين في هذه الورشة. أكيد يعني برنامج القيادات الإعلامية الشابة يهدف إلى تخريج دفعة متميزة من الإعلاميين والإعلاميات الإماراتيات القادرين على التواصل مع الساحة الإعلامية الإماراتية ومتطلباتها، وأيضا التحديات الكثيرة اللي ممكن تواجه اليوم الإعلام العربي والإعلام الإماراتي بشكل خاص. أما عن مشاركتي أنا في هذه الورشة، فأني حبيت أني أقدم يعني إضاءات من خلال تجربتي الإعلامية في محاولة مني الأخذ بيد هؤلاء الطلبة، ويمكن تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة في العملية الإعلامية في الإمارات.